هاي everyone with you مش شيماء منير. طبعا انتم مستغربين ان انا طالعه النهارده بشكل جديد جدا مش متعودين عليه. انتم فاكرين ان انا هشرح درس جديد، بس في الحقيقه احنا النهارده هنتعلم وصفه جديده ريسيبي. بما ان كورونا مطوله معانا شويه وانا قررت ان انا اهزم الزن اللي عندي في البيت، بما انهم بيحبوا الكرواسون اللي هو مولتو اللي بنجيبه من بره، فانا قررت النهارده نعمله بطريقه سهله جدا ولطيفه، واستغل الموهبه اللي عندي في البيت لامار بنتي بتحب تخش المطبخ. قررت ان انا اجيبها معايا النهارده وتساعدني في الوصفه اللي معانا. يلا بينا نشوف. هاي لامار. هاي، هاو ار يو؟ ام فاين. اوكي لامار، عرفي الناس اللي معانا النهارده الريسيبي، الوصفه عباره عن ايه؟ معانا ايه كده؟ اوكي، اول حاجه معانا هنا فلاور، الدقيق، فلاور. اوكي، معانا شوجر، شوجر سكر. اوكي، ومعانا اويل، اويل زيت. اوكي، ومعانا ميلك. ما ننساش كمان غير اللبن، ما ننساش ان احنا معانا صلت الملح، وكمان اليست الخميرة. الحشوة بقى تقدروا تشكلوا فيها ممكن جبنة تشيز او نوتيلا لو انتوا عاوزين تعملوا حاجة مسكرة شوية. هنحط دلوقتي كل المقادير الجافة على الفلاور بتاعنا ادلي، ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعت لكم تاني معاكم لمار. انها بعد ما حطيت المكونات على العجينة وعجنتها باللبن والزبادي، دلوقتي انا هبدأ اغطيها بالستريتش اللي عندي، ولو اي حاجة عندكم تقدروا تغطوها بيها، ونسيبها تخمر من ساعة لساعتين. يلا بعد ما تخمر نشوفكم. بعد ما تخمر هنرجع لكم تاني ونوريكم ازاي هنشكلها على شكل كرواسو، استنونا. ورجعت لكم تاني انا لامار. دلوقتي بعد ما العجينه خمرت، واو جميله خالص، شايفين العجينه خمرت ازاي؟ سيبناها فتره كافيه جدا عشان تطلع بالشكل ده. كده يبقى العجينه معانا نجحت. دلوقتي هنسيبكم بقى يا أصدقائي علشان نشكلها ونحشيها ونوريكم شكلها النهائي هيكون ازاي. يلا يا لامار، يلا يلا بينا. ورجعت لكم تاني، ودلوقتي انا رشيت دقيق هنا، وزي ما انتم شايفين كده هنا العجينة هبدأ افردها. لامار بتفردها على شكل دايرة قدامكم كده علشان يبقى سهل علينا نقطعها على شكل triangles، على شكل مثلثات. الشكل ده عندنا يا اولاد اسمه ايه؟ very good circle. يبقى احنا بنفردها على شكل circle وبعدين هنقطعها على شكل مثلثات. دلوقتي بعد ما فردناها هنقطعها مع بعض واوريها لكم شكلها هيكون ازاي. اوكي، ورجعنا لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، احنا قطعنا العجينة بتاعتنا على شكل triangles، على شكل مثلثات. دلوقتي لامار هتقسم العجينة من تحت على جزئين. يلا يا لامار، يلا يلا بينا. اوكي، زي ما انتم شايفين كده هي بتقسم ده كده على شكل ايه، نصين من تحت. اوكي، هبتدي نقص دي كمان كده. اوكي، واحدة تانية اعمليها لامار من فضلك. حاضر. انتوا بقى الحشو بتاعكو زي ما انتوا عاوزين، ممكن نحشيها تشيز او ممكن لو عندكو سوسيس. اوكي، نوتيلا اتس اوكي، زي ما انتوا عاوزين بالظبط. لامار يلا احشي قدامنا كده، شوفي هتختاري ايه. يلا اوكي ماشي، سوسيس هنا تمام بالشكل ده. اوكي، نزليها تحت شويه. اوكي يلا ابتدي لفي. هي هتوريكوا شكل كده ازاي بنلفها. ايوه، very good excellent good work. دي هنشدها لفوق وبعدين هنحطها في صينية. يعني هي شكلها مكعبر قوي يا لامار، بس يعني ماشي الحال. انا هوريكم واحدة ازاي نعملها. معلش يا لامار ثواني كده، هنحشي واحدة دلوقتي كده قدامكم زي ما انتم شايفين. انا قدامي واحدة اهي، ممكن نحشيها تشيز. اوكي اوكي كده قدامكم اهي، تمام. وهي راحت فين التشيز؟ ما حطيتهاش، جريت. اوكي، حطينا التشيز اهي، ونبتدي بقى يا ولاد نلف كده اهو اهو زي ما انتم شايفين. اوكي، شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ واو مامي، حلو قوي صح. هنحطها بقى يا ولاد في صينيه في الفرن. احنا كده مشغلين الاوفن، الفرن بتاعنا على درجه حراره 180. هندخل عليها الكرواسو ده ونشوف شكله في النهائي هيكون ايه، استنوني.
ورجعت لكم تاني انا ولمار بعد ما احنا خلاص شكلناها بالمنظر ده. طبعا لمار عامله صغير وكبير، مش مشكله، المهم ان احنا نستفاد ونضيع وقتنا وكمان نعمل حاجه نظيفه في البيت. دلوقتي قبل ما ندخله الفرن لازم ان احنا ندهن السطح بتاعه ببيضه وعليها شويه زيت، هندهنه وبعدين ندخله الفرن وهوريكم شكله وهو طالع هيكون عامل ازاي. ورجعنا لكم تاني بعد الفطاير ما طلعت من الفرن، زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل جدا. بصوا دي حطينا معاها جوه جبنه موتزاريلا علشان كده طالعه بالشكل ده. ده كان الشكل النهائي لما تطلع من الفرن. ايه رايك يا لولو؟ يامي، طعمها وريحتها تحفه جدا. جربوها مع ولادكم في البيت مش هتندموا. ويا ريت لو انتوا عندكم وصفات تانية قولوا لنا في الكومنت نعملها انا ولمار. اشوفكم في ريسيبي جديدة. Thanks for watching and see you soon. Bye.